هتوضف المسجد يا عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جرى له ايه؟ لا ده عنده مروحه اصلا. مروحه؟ ايوه. طب لا رز من ايه؟ لا 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 لا, لا 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 انا عارف افواه انا وامه. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس. الراجل ماشي. قوم. انت هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا 5 مرات في اليوم غير التراويح. انت متاكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمع وعينيه بينط منها النور. قال لي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله. ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه، سارق. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. انا اسف يا مولانا، انا اسف والله. ما هو ذنبي يا مولانا، انما الاخوه في المسجد لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزني انا اديهم الدرس في الجامع؟ هي يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جبت المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخده المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفل ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لأن السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام، رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقة اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهاردة بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، أصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحدة ست قوية ومستبدة، عاوز يعلمها الأدب، يعمل إيه؟ الدين بيقول إيه؟ فعظوهن. ما بتتعص. واهجروهن في المضاجع. أحب حاجة على قلبه. اضربوهن. لا، شديدة وقوية، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزة فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر يا شيخ حسن، الله اكبر يا شيخ حسن، ايه الفتوى دي؟
فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز والعين بصيرة والإيد قصيرة ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانة يا مولانا، بعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معاها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا برعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروته وانت خارجه في قعد. يلا مع السلامه. خش يا انا. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم. ارحمنا يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل. كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعة؟ أمال بشوف هيرد إزاي؟ دخت بخليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاترة والشيوخ والأولية، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ آه. وما عملش حاجة؟ الشفاء على إيديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله أكبر، صلاة النبي أحسن. ارفع رجلك يا عم، ابعد البتاعة دي عني. أنا رجلك وإيد. واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعة دي. واحد واحد. أنا يا عم ابعد البتاعة دي عني. أنا خلف. واحد واحد. واحد واحد. ما ينفعش الأرجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعة. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجالة دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا طلع له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الولية مراتي ما هتخلفش غير بنات، وأنا نفسي في واد. يعني هي الوزة والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمرة 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. انت حسن عطار؟ ايوه. فاضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضره الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 بس, بس يا جريه ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاعي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما لكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. لا اله الا الله. احنا بنك يا شيخ عطار. احنا بنك يا شيخ عطار. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ.